تنقل بعض من المشاهير بوليود الإسلام بعدما كانوا من ديانات مختلفة. في هذا الفيديو سوف نتعرف على أشهرهم. أولاً كارينا كابور اعتنقت الدين الإسلامي سنة 2012 حتى تتمكن من الزواج من الممثل سيف علي خان، بحكم أنه ينتمي لعائلة ملكية ومتشددة في اتباع الدين الإسلامي. ثانياً الممثلة الهندية ديبيكا كاكار المعروفة في العالم العربي بدور سوناكشي بطلة المسلسل أين أنت وأين أنا، اعتنقت الإسلام قبل عقد قرانها على الممثل التلفزيوني المسلم شعيب إبراهيم، وأكدت أنها فخورة بكونها مسلمة. في مقابلة قالت ديبيكا أنها فخورة بقرارها، وقالت أن هذه الفترة من حياتها تعتبرها خاصة جدا. قد صرحت الممثلة مؤخرا عن زواجها واعتناقها الإسلام، وقالت لصحيفة هندوستان تايمز: لقد كان قراري نهائيا، إنه شيء قمت به طوعا وليس إكراها، لذلك ليس هناك شك في أن يكون الأمر مفاجئا. كانت ديبيكا قد تزوجت من شعيب في حفل زفاف خاص بحضور الأصدقاء والعائلة في مسقط رأس شعيب بمدينة بوبال وفقا للتقاليد الإسلامية. للمعلومة ديبيكا غيرت اسمها إلى فايزة وصامت رمضان كله مع عائلة زوجها، وقد صرحت أنها قرأت القرآن الكريم كله. ثالثا الممثلة عائشة تاكيا ولدت في عائلة هندوسية وتزوجت من فرحان عزمي بعد أن أسلمت، وكان زفافها محضرا على الطريقة الإسلامية. رابعا الممثل الهندي الأسطوري دارماندرا ديول اعتنق الإسلام سنة 1979، وهو واحد من أكثر الممثلين شهرة في السينما الهندية في القرن الماضي. الممثلة الهندية شارما داغور ولدت في عائلة هندوسية لكنها غيرت اسمها إلى عائشة بعد أن تزوجت من النجم منصور علي خان، وهي والدة النجم سيف علي خان. سادسا أميرتا سينغ ولدت في عائلة سيخية واعتنقت الإسلام قبل زواجها من النجم سيف علي خان، لكنهما انفصلا عام 2004. سابعا مامتا كولكارني اعتنقت الإسلام في حين كان زوجها معتقلا في الإمارات العربية المتحدة بتهمة تهريب المخدرات. ثامنا أي آر رحمان هو مؤلف ومغني هندي اعتنق الإسلام بعد أن كان هندوسيا وتأثر كثيرا بالعرب والطقوس الإسلامية. تاسعا النجم هانس راج هانس كان سيخيا الديانة لكنه اعتنق الدين الإسلامي بعد أن درس الأدب الإسلامي على أصوله، وهو يفتخر باعتناقه الدين الإسلامي. عاشرا يوفان شانكار راغا هو أصغر ملحن وموسيقي هندي اعتنق الإسلام وهو في عمر 23 سنة، اكتشف قربه من الدين عندما توفيت والدته. نتمنى لهم الثبات في الدين الإسلامي وأن يكونوا سببا لدخول نجوم آخرين إلى الإسلام. انتهى الفيديو، اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس لتتوصلوا بجديد الأخبار والمعلومات عن المسلسلات الهندية ونجومها، واعملوا لايك للفيديو وكلمة شكر منكم تكفيني.